أنت تعرف أن هناك بعض الناس يبيع ويتجر أو يذهب إلى مكان بيع السيارة يشتري سيارة بالتقسيط. نحن لا نتكلم الآن عن بيع بالتقسيط، يشتري سيارة بالتقسيط ثم يشتري أثاث بالتقسيط ثم يشتري منزل بالتقسيط. مرتب هذا 10,000 يورو، ويأخذ هؤلاء منه بالتقسيط 15,000 يورو في كل شهر. هذا ما يستطيع أن يدفع هذه المبالغ كلها، وعليه دين لهذا ولهذا ولهذا. فماذا يصنع هؤلاء؟ شركة السيارات وشركة الأثاث وشركة المنازل وفلان وفلان، هؤلاء يرفع أمر هذا إلى السلطان ويقول نريد أن نحجر عليه لحق نفسه، لا حق غيره. فالسلطان يمنع هذا من التصرف، يقول ليس لك أن تشتري شيء، ويصفى مال هذا. كيف يصفي المال؟ ينظر إلى الأشياء التي ما يمكن أن يستغني عنها، لو استغنى عنها مات أو تضرر. لديه 10 ثياب، ماذا يصنع القاضي؟ يبيع كل الثياب؟ يظل بلا ثياب؟ لا، يعطي الذي يحتاج ثوب أو ثوبين ويزيد، والباقي يباع. نعم، لديه طعام، ننظر الذي يكفي لحياته هذا نتركه، والزائد يباع. وعلى هذا، طيب، من له حق على آخر؟ الأصل أن ييسر عليه ويخفف عليه، ينظر المعسر ويخفف على من لديه مال، فمن لديه مال يخفف عليه، وإذا كان ليس لديه مال فنظره إلى ميسرة. مفهوم؟ طيب، هذا بالنسبة للذي دفع لك مال، لكن أنت أخذت المال ماذا تصنع؟ لابد أن تفي لهذا بحقه. مفهوم؟ قال عليه الصلاة والسلام من أخذ دينا يريد أداءه أدى الله عنه، أدى الله عنه. وفي الصحيح عندما اقترض رجل من آخر مال 100,000 قال هات الشهيد، قال الله شهيد، قال هات الكفيل، قال الله كفيل، قال رضيت بالله ربا، رضيت بالله شهيدا وكفيلا، وانطلق. وقت أداء المال كان في البحر، فأخذ قطعة من خشب ونخر هذه القطعة وضع فيها، تقول أنت هذا مجنون، وضعها وقال يا رب أنت كنت الشهيد وكنت الكفيل، أدي عني، ورمى القطعة في البحر. خرج ذاك إلى البحر ينتظر قدوم هذا، لم يأتي أحد، وجد هذه القطعة أخذها إلى البيت، قال أخذها حطب، ضرب هذه القطعة وإذا المال كاملا، أدى الله عنه. فترة مرت أيام، جاء الثاني وأتاه بالمال، سبحان الله، قال والله لم أتأخر إلا لأنني كنت في البحر وما استطعت. وفي القديم يعني كانت البواخر على تسير على الريح. وقال لكن عندما حل الأجل أخذت قطعة وضعت فيها وكذا، قال بارك الله لك في مالك، أدى الله عنك. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها
قال النبي عليه الصلاة والسلام أدى الله عنه. نعم. طيب اجلس. ولي الصغير والمجنون، هذا يعود الصغير على حسن التصرف في المال، وإذا كان لديه أموال ولا يحسن التصرف فيها يجب على الولي أخذ هذه الأموال والمحافظة عليها. طيب، ولا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم. طيب، قلنا بيع ثم خيار ثم إقالة ثم صلح. قاعدة في الصلح، الصلح جائز بين المسلمين إلا إذا كان هذا الصلح يحل حرام أو يحرم حلال. مثال، الله سبحانه وتعالى قال والصلح خير، أين الشيخ؟ نعم، الخصومة بين الزوجين، الخصومة بين الزوجين إذا تخاصم مع زوجته أمر طبيعي، الشيطان يريد إفساد الحياة الزوجية، ماذا يصنع؟ أول شيء يعظها. كيف يعظها؟ يقول لها اسمعي، أفعل بك كذا وكذا ومحاكم، والله ما يصلح لك أحد، لا والدك ولا فلان ولا كذا، وعندي وعندي وأفعل وأفعل وأفعل. هذا هو الوعظ، صح؟ هذا وعيد مو وعظ. الوعظ من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له. يعظها بأن يرسل لها مثلا رسالة في ورقة حمراء وبعض القلوب وكذا، حديث أو آية. أنت تريد ماذا؟ المهم يعظها. وعظها قالت انتهيت، ماذا يصنع؟ يتوقف ولا يزيد كلمة. مفهوم؟ البعض لا، تأتي الزوجة تقول انتهيت، يقول لا، صنعت كذا وباقي عليك إن شاء الله يومين أو ثلاثة، ما يصح. فإن أطعنكم قال فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن اتعظت تركها ولا بد، تركها يعني ترك الخصومة. نعم. وإن لم تتعظ ينتقل إلى المرحلة الثانية ثم الثالثة ثم الرابع. المرحلة الرابعة هي الآن هنا، ماذا يصنع؟ يأتي برجل من أهله ورجل من أهلها، يشترط فيه أن يكون رجل، واشترط فيه أن يريد الإصلاح للإفساد. أنت تعرف بعض الناس يريد الإفساد، يريد هذه الزوجة له، يريد الإصلاح. قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، ويعرف الأمور التي يمكن بها الجمع والأمور التي يمكن بها التفريق. قال الله سبحانه وتعالى لم تكن الآية والصلح بين الزوجين خير، لا، كانت الآية والصلح خير حتى يشمل كل صلح بين الزوجين وغير الزوجين.
وأحضرت الأنفس الشح. لماذا؟ لماذا هنا وأحضرت الأنفس الشح؟ لأن النفس تأبى أن تهزم أبدا، ما يريد هزيمة. فلو قلنا للزوج ترى أنت مخطئ، قال لا كيف، هي صنعت صنع. يا أخي وأحضرت الأنفس الشح، ما تريد أن تهزم أبدا. نذكر بالله وأحضرت الأنفس الشح، قال خلاص انتهيت. طيب إذن الآن يأتي الصلح، اشترى آيفون وخرج، الآن الجهاز آيفون في كرتون ومغلف والبطارية خارج الجهاز، وضع الشريحة وأزال اللاصق وكذا وشغل الجوال، ثم رجع إليه إلى البائع وقال لا ما أريد هذا الجهاز. يقول له ما أستطيع أن أرجع هذا الجهاز. لماذا؟ لأنه الآن يباع على أنه مستعمل. قال لا. فقال اسمع لا إشكال، نتصالح على ماذا؟ قال تأخذ هذا الجهاز وأعطيك هدية من عندي، غلاف ملون مثلا، يصح أو لا يصح؟ يصح. هل في هذا تحريم الحلال أو تحليل الحرام؟ لا يصح. يصح. تخاصم مع زوجته ثم تصالح معها، قال أعطيك كذا من المال، قالت قبلت، يصح؟ يصح، لا إشكال. طيب تخاصم مع التاجر البائع المشتري، أخذ منه تمر جديد بتمر رديء يدا بيد مثلا بمثل، تماثل وتقابض، ثم رجع عليه وقال لا ما أريد هذا البيع، أريد أن تزيد على التمر الرديء شيء، قال طيب أزيد. نعم أوقف. يصح ولا يصح؟ لا يصح، حرام. طيب اختلف البائع مع المشتري وقال أنا ما أريد يعني هذا الجهاز، أريد بدل هذا الجهاز برميل خمر. نعم. قال طيب أعطيك براميل من الخمور، يصح؟ لا صح. طيب إذن الصلح جائز بين المسلمين في كل شيء. جاءنا في حديث في كتاب التوحيد قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، أي أصلحت بينهم. قال ما أحسن هذا الصلح إخواننا بين الناس، الإصلاح، وتعرف أن هناك أناس نسأل الله لنا ولهم الهداية وظيفة هؤلاء الإفساد حتى بين الزوجين. الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تخاصم هو زوجته، فجاء بإنسان قال أريد أن تصلح بيني وبين زوجتي وكذا ولك الأجر، قال طيب. فدخل إلى البيت وجلس الأعمش وجلست الزوجة وجلس هذا المصلح هذا مفسد، فأخذ يتكلم قال اسمعي لا يضرك ما في عيني وما في وجهي وما في رجلي وما في، قال قم قبحك الله، والله قد أعلمتها بأشياء ما كانت تدري عنها. سبحان الله، أنت مصلح أنت مفسد. أي نعم، على اعتبار